البارح مستمعينا ومستمعاتنا المشاكل البروستات مع الدكتور منير إدريسي توزاني أخصائي المسالك البولية والتناسلية. عرفنا الأسباب، الأنواع، الأعراض والعلاج، واليوم حديثنا حول الفحوصات والتحاليل الخاصة بمشكل البروستات. حديثنا أكيد مع الدكتور اللي منورنا ومشرفنا، دكتور يوسف عماري أخصائي علم الأحياء بالرباط. صباح الخير دكتور. صباح النور أستاذة، تحية لك. مرحبا. تحية للسادة المستمعين الكرام. مرحبا مرة أخرى في اللقاء المفتوح. شكرا جزيلا. اليوم كيف قلتي غادي نتحدثوا على تشخيص أمراض البروستات من المنظور البيولوجي. نعم. باش نذكروا للسادة المستمعين شنو هو البروستات. البروستات عضو يمكننا نمثلوه بكرة، كرة اللي تتكون لاصقة على مستوى ديال المثانة البولية. وفوسطو تتكون دايزة المسالك البولية اللي تخرج البول عند الرجل. الأمراض والأعراض اللي تتكون كلها تنس بهذا العضو، أمراض كلها تتعطي واحد الأعراض تتجعل أنه تشخيص تكون صعب بدون مختبر. في حالات التهابات اللي كلها تنس بهذا العضو تكون واحد العدد من الأعراض كالألام، كزياد في الحرارة، حرارة الجسم، إحساس بالمرض، وأكثرية مشكل في البول، حيث الشخص تيكون عنده صعوبة باش يبول بطريقة عادية. تبقى عنده واحد الإحساس أنه ما بالش الكافي، وخا هو حاول باش يفرغ المتانة البولية ديالو. نعم. ففي حالة فاش الطبيب الأخصائي المسالك البولية تيشك في التهاب، تيطلب منا أننا نديرو واحد العدد ديال الفحوصات البيولوجية، حيث أنه تنديرو واحد الزراعة، زراعة ديال السوائل البيولوجية، منها البول، منها السيلان في حالة أنه يكون سيلان، ومن زراعة ديال الماني، أو بعض الحالات نادرة ممكن نديرو حتى زراعة ديال الدم. كيفاش الزراعة؟ هاد المصطلح هذا تناخدو عينة، وهاد العينة هذه غادي ناخدو منها واحد واحد لو فوليوم، واحد الحجم صغير، الحجم تنكونوا ضابطينه، وتنزرعوها. كيف تزرع مثلا نبات في واحد العدد من المواد اللي تتكون غنيه بجميع ما تحتاجه الجراثيم باش تكاثر خارج الجسم؟ هناك مواد كثيرة، ومن الصعب باش نزيدو نفصلوها باش نلقاو بطريقة سهلة هذوك الجراثيم. فلهذا تنستعملوا في غالب الأحيان واحد تقريبا 5 حتى 6 ديال المواد اللي مختلفة، باش نبحثوا على العائلات ديال الجراثيم اللي كلها تسبب في هذا المرض. هذوك المواد فاش نزرعوا فيها هذيك العينة، تنديروها في الحرارة اللي تتكون تقرب من حرارة الجسم، وتنخليوها على حسب العائلة الجراثيم اللي تنقلبوا عليها بين تقريبا 48 ساعة حتى 7 أيام داخل واحد نوع من الفران اللي تيكون تيسخن في 37 درجة تقريبا، وتنكونوا ضابطين أيضا ماشي غير الحرارة، حتى النبات ديال هذيك الرطوبة ديال هذاك الفران. 24 ساعة تقريبا دكتور. من 24 ساعة حتى الأسبوع. على حسب حيت كاين جراثيم اللي تتكاثر بسهولة، هي عادة الجراثيم اللي تتكون على مستوى الجهاز الهضمي، وكاين جراثيم اللي تتكون صعيبة ومعقدة، وهي الجراثيم اللي تتكون تتكاثر داخل الخلايا. نعم، الغدد. هذيك البكتيريات باش نذكروا شوية آخر البرامج اللي هضرنا، تتكون بكتيريات
البكتيريات اللي تتعادى جنسيا. فالبحث عنها تكون صعيب. اذا هذا في حاله يعني التهاب البروستات، يعني هذا هو يعني الخطوه الاولى اللي كتحاول تشخصوا بها المرض. نعم. وعلاش تنقلبوا على على الجراثيم؟ علاش تنزرعوها؟ تنزرعوها باش اذا كانت هي اللي تتسبب في هذه الامراض تنحاولوا من بعد في مرحله ثانيه نقلبوا على الادويه اللي تداويها. وكيفاش غادي نلقاوها؟ غادي ناخذوا هاد الجراثيم نعاودوا نزرعوها من جديد ونلاقيوها بواحد العدد من الادويه ديال لي زونتيبيوتيك، وغادي نشوفوا شنو هي لي زونتيبيوتيك الفعاله. هذا الشيء عنده هدف مهم. اولا باش العلاج يكون انجع ويكون سهل ويكون ناجح فعلا. وثانيا باش تنحاولوا نعطلوا المقاومه ديال هاد البكتيريات، باش نجعلوا انه هاد البكتيريات تبقى دائما حساسه بهاد الادويه. نعم. في حاله دكتور الله يحفظنا ويحفظكم ويحفظ يعني كل واحد فرحان في داره، في حاله يعني سرطان البروستات شنو يعني الخطوات اللي كتاخذوها بالنسبه للفحوصات والتحاليل في المختبر ديالكم؟ كتختلف على التهاب البروستاتا ولا عندها طريق اخرى وعندها خطه اخرى؟ فعلا. اولا الاعراض ديال ما يسمى بتضخم البروستات، هناك واحد الاعراض اللي تتكون في شيء ما مختلفه، حيت ما تتكونش ارتفاع في الحراره ديال الذات وما تيكونش باللازم واحد الالم. فلهذا الطبيب الاخصائي في المسالك الدوليه تتجه لهذا النوع الثاني ديال الفحوصات الطبيه، وتطلب منا اولا باش نديروا واحد تدقيق ديال واش تتواجد واحد التركيز ديال بي اس ا، وهي بروتينة اللي تنتجها البروستات. وفي حالة انه تكون مرتفعة تتعطينا واحد الفكرة على انه هذاك التضخم ماشي حميد، يكون تضخم خبيث عنده خطورة. نعم. ولكن هاد التحليلة هذه من اللازم اننا نعرفوا انه كاين حالات يمكن لها تطلع المستوى ديالها بدون انه يكون سرطان هو اللي وراء هذا الارتفاع. شنو هما هاد الحالات؟ كاين حالات التهابات تطلع حتى هي البي اس ا. فلهذا في نفس الوقت فاش تنديروا هاد التحليله من الواجب اننا نديروا واحد الزراعه ديال البكتيريات باش تنحيدوا الشك انه تكون مسبب الارتفاع ديالها بنوع من الالتهاب. ثانيا خاص الشخص ما يكونش مارس علاقات جنسيه في 5 ايام اللي قبل، الشيء اللي مهم جدا لانه معلوم تيحدد وتيخلينا حنايا نعرفوا انه الضبط ديال هذاك المستوى، الضبط اللي عنده علاقه بالحاله ديال السرطان. وتنطلبوا من الشخص ما يكونش مارس رياضه ولا لمس له الطبيب العضو ديال البروستات في الفحص. لانه الفحص الطبي تيكون واحد اللمس ديال البروستات. نعم. شنو هو المطلوب دكتور من المريض باش يدوز هذا التحاليل هذه؟ يجي مثلا بلا فطور، يحبس البوله، شنو المطلوب؟ هاد التحليله هذه تنطلبوا له اولا النهار الاول يجي وتعطينا واحد العينه من البول. ايه. وتنزرعوها. ايه. فاش تنضبطوا انه ما كاين حتى شي حاله ديال شي نوع من مرض ديال الجراثيم، تيكون النهار الثاني واحد اخذ ديال عينه ديال الدم. ماشي من لازم يجي المريض بلا فطور، يمكن يجي واكل. وتنطلبوا منه كيف قلت من قبل ما يكونش مارس علاقات جنسيه، ما يكونش دار رياضه، ما يكونش هز الثقل، وما يكون حتى شي واحد دار له شي فحص طبي، لا طبيب عام لا طبيب اختصاصي في مسالك دوليه. نعم. فاش تبدا
تم تشخيص ديال المرض من طرفنا تنعطيو واحد النتيجة. إذا كان هاد البيسة طالع تيرجع المريض ديالو عند المريض عند الطبيب ديالو المختص. المختص فاش تيرجع عند الطبيب كيدير له واحد الفحص اللي تيدخل فيه المختبر الاختصاصي في التشريح الطبي. وفي بعض الحالات كاين واحد النوع من الازدواجية بين النتيجة ديالنا والنتيجة ديال المختبر التشريح، حيث أننا حنايا تنقولوا أنه البيسة طالعة فلهذا كاين شي حاجة مشكوك فيها. والمختبر ديال التشريح تيقول أنه النتيجة ديالو إما عادية إما مشكوكة. ولما القرار ولا الجواب الأخير لكم ولا المختبر ديال التشريح؟ فهاد الحالة بالضبط شحال هادي كانت تبقى ديما مختبر التشريح الطبي تيدير التحليل بطريقة مزمنة. ولكن اليوم الحمد لله كاين في هاد السنة الأخيرة واحد تحليلة جديدة اليوم سهلناها على المواطنين المغاربة الحمد لله. ما هي؟ اللي غير بأخذ عينة من البول تندرسوا فيها واحد البروتين بروتين PCA3 بأحد التقنيات باش تنقولوا واش هذيك PSA اللي طالعة والفحص الطبي ديال المختبر التشريح اللي ما تيحددش الحالة واش السبب ديالو فعلا سرطان ام لا. نعم. وهذا انجاز كبير كبير لانه عرفوا كان من اننا نجتنبوا عدد كبير من المتاعب للمريض. نعم. سؤال اخير ولا طلب اخير دكتور يوسف عماري، التحليله بشحال الثمن ديالها ونبسطوها على الناس ونسهلوها على الناس؟ الله يسهل عليك. التحليله ديال PSA هي اللي المجتمع الدولي العلمي متفق عليها بها ومتفق عليها تكون تقريبا بواحد 300 أو 360 درهم. نعم. هذا هو الثمن ديالها اللي معروف. وتنصح بجميع الرجال فوق 50 سنة باش يديروها سنويا بجانب الفحص الطبي ديال الأخير بشكل عادي واعتيادي. بشكل عادي. شكرا لك دكتور يوسف عماري على كل هذه المعلومات اللي عطيتيها لنا حول الفحوصات والتحاليل الطبية الخاصة بمشكل البروستات. إن شاء الله غتكون معنا بإذن الله يوم الخميس باش عطينا تحاليل وفحوصات خاصة بالحجر في الكلاوي أو الحصي في الكيلي. شكرا لك دكتور. شكرا. إلى اللقاء. خليناك على خير. الحمد لله.